من أول قناة إخبارية في الجزائر، أحييكم مشاهدينا، أهلا بكم إلى أخبارنا المحلية. البداية من شرقي الوطن، تتواصل منذ 24 ساعة الأخيرة عملية البحث الواسعة على الشخص الذي سقط في واد بمنطقة بمرزوق وسط مدينة قسنطينة. مصالح الحماية المدنية من جهتها وضعت مخططا خاصا لعمليات البحث وسخرت كل الإمكانيات المادية والبشرية لأجل العثور على جثة هذا الشخص المفقود. ميكروفون مراسلنا عبد الجليل حنديسة. جاءتنا المعلومة مباشرة، قمنا بتسخير عتاد لازم من بينها شاحنتي تابعة للحماية المدنية، سيارة إسعاف و21 عون وخمس غطاسين. العملية لحد الساعة يعني البارحة فقط حتى الساعة الثامنة الصبيحة، حتى اليوم استأنفنا العمل لهذا اليوم. مباشرة قمنا بتقسيم الفرق على مستوى طول الواد واد الرمال، حتى يعني لدينا خبرة في هذا الجانب حتى يتم اكتشاف هذه الضحية. العملية ما زالت جارية لحد الساعة. جعلت كمية الأمطار المتساقطة خلال 48 ساعة الأخيرة بجيجل مختلف الشوارع الرئيسية تتحول إلى أودية وبحيرات كانت وراء عرقلة سير المركبات في بعض النقاط وتوقف حركتها كليا على مستوى طرقات أخرى نتيجة التسربات المائية المختلطة بالأوحال بعد انسداد البلوعات. ميكروفون مراسلنا أيمن عبد الرحيم. الأماكن السفلى هذه إلى عدم يعني قدرات لي زابالوار البالوعات اللي موجودة على امتصاصها، كذلك ما شرت أن يعني المياه نتاع البحر كانت كذلك أدت إلى ربما عدم امتصاص هذا الماء. ظهرت بعض الأماكن اللي يلزمها تنظيفها عن وصيانتها في أقرب وقت، كذلك ضروري أننا ننسق مع مختلف الجهات المعنية خاصة الديوان الوطني للتطهير اللي عنده دور كبير في هذه العملية هذه. وبولاية شلف تسبب ارتفاع منسوب مياه سد كاف الدير ببلدية بريرة أضرارا كبيرة للفلاحين وسكان المنطقة سيما المنتوجات الفلاحية. المزيد في هذا التقرير لرشيد بشور وحميد عبادية. هذا كل ما تبقى بعد فيضان مياه سد كاف الدير ببلدية بريرة ولاية شلف، حيث عرف السد ارتفاعا كبيرا في منسوبه خاصة بعد التساقطات المطرية المعتبرة التي عرفتها الولاية. فيضان السد أجبر الفلاحين وسكان المنطقة على ترحيل عائلاتهم ونقل البيوت البلاستيكية. وحنا رانا في خطر، والشي يعني الخطر الكبير ولادنا صار اللي في خطر، وفلاحتنا ضاعت ما نقولوش في خطر، فلاحة راهي رايحة. وحنا شي كل اللي كنا طالبين منه حنا السلطات عليه ما دخلتش قبل ما نبداو في الفلاحه. بعثونا 20/12/2015 طوماطيش كانت قريب توجد كانت طيب. خسائر كبيره سجلها الفلاحون الذين اطلقوا نداءات الاستغاثه من اجل انقاذ ما يمكن انقاذه وايجاد حل سريع لاحتواء الكارثه. ولينا نتسلق قضله وقسله ولا ولا وكاش نتقابل بالبرجه هاي وليد. الو فندق دون نقابل ما يزيد النحوف هاك نتقابل. ولاو المساكين البلاد هم هنا عندهم واحد 7 سنين ولا 8 ملي ولاو البلاد هم هنا سمعت راهم يخدموا ويغرسوا السجر وداروا البحاير والله يبارك عايشين ولادهم ومن بعد دروك راك تشوف جا البراج وما كانش الخلاص. أمطار الخير والبركات تحولت في بضع ساعات إلى كارثة أفجعت سكان بلدية بريرة الذين لم يجدوا طريقة لإنقاذ تعب موسم كامل إلا النظر والتحصر في انتظار تحرك الجهات المعنية. إلى موضوع آخر، احتج صباح اليوم الأحد العديد من الطلبة الداخليين بكلية الطب بعنابة أمام المديرية العامة للمستشفى الجامعي ابن رشد بسبب ظروف تلقيهم التكوين ناهيك عن العديد من المشاكل التي يتخبطون فيها داخل المستشفيات، مطالبين السلطات المعنية بوضع قوانين واضحة معدلة تخص أقول حقوق وواجبات الطبيب الداخلي. ميكروفون عبد الناصر جلالة. نوجه نداء لوزير الصحة نقول له يتولى هنا يقوموا بنا كما يقولوا احنا لي ميدسا خدمة. الطب هو أشرف مهنة إنسانية لازم يوفروا له شروط وظروف ملائمة للخدمة. التفتوا لهذا الطبقة لهذه الشريحة يتلفتوا لنا يعطيونا حقوقنا يعطيونا صح عندنا حقوق وعلينا واجبات صح
واجباتنا مي الحقوق نديو حقنا المطلق كما يقولوا نو دووا ابسولو اللي نطالبوه اعتبارنا سي دي بروبليم كي فون اتر ريغلي كونسيرنون لي شامبر باسكو اون ا اميناجي 7 شامبر او نيفو دو لا ستركتور فرانس فانون. Je vais leur donner, leur attribuer deux chambres. Donc, deux chambres. Concernant les poser le problème du respect des. Maintenant, on va voir. Ils ont cité quelques services où les chefs de service et certains médecins sont un peu sévères avec eux. Ça aussi, c'est facile. On peut gérer cette situation. الاستنجاد بالأطباء الأخصائيين بالمستشفيات الجامعية لولاية الشمال أصبح الحل الوحيد لتغطية العجز في هذا النوع من الرعاية الصحية والذي يعاني منه سكان قرى ومدشر ولاية البيض، يقول نور الدين رحماني. الاستنجاد بالأطباء الأخصائيين من مستشفيات الولايات الشمالية للوطن تحول إلى حدث كبير لسكان قرى ومدشر ولاية البيض نظرا للنقص الكبير الذي يعانون في هذا النوع من الخدمات الصحية كما حدث ببلدية شلالة. راهم يفوتوا الألف هنا مريض. هذه عبارة هذه علاش راهم جاوا خاطش مناطق نائية ما عندناش الأخصائيين. تواصلها بشكل مستمر وتوفير الإمكانيات للأطباء الأخصائيين مطالب سجلها المواطنون. كي تجيب أطباء مختصين وفر الإمكانيات. دير استراتيجيه مثلا قال مبادره تاع الطفل اللي يمشي لورا انا ندي طبيب فوت عليه قال لي خاص راديو نيميريك الامكانيات واجده كاين ليكوغرافي كاين لو سي جي كاين الراديو كاين الماتيريال تاع لورا كاين اللي يحب يقول اللي ما كانش الدليل امامكم نقدروا ندخلوا لهم واحد واحد اللي ما كانش الامكانيات والالات يعني اللي لازم تكون عند الطبيب المختص كاين عنده. التوأمة التي قامت بها مديرية الصحة لولاية البيض مع مستشفيات جامعية خاصة بولاية تلمسان انعكست إيجابا على سكان قرى ومداشر ولاية البيض. أقدم العديد من المستفيدين من حصة 111 قطعة أرضية بمنطقة الشعبة على غلق مقر البلدية بلدية وادي الشعبة بولاية بتنا احتجاجا على وضعيتهم العالقة منذ 26 سنة كاملة حيث استفادوا من العقود الموثقة دون رخص البناء حسب التصريحات التي رصدها مراسلنا سعيد حريكة. قلنا على جال 28 سنة القطاع الأرضي نتاع الشعبة للدور كل شناق في الكاغت رانا مستفدين وفي القبض ما كانش قلنا لهم فرينا مشكل تاعنا انا ما طالبين والو باش نطلبوا يعطونا لي لوج ما يعطوناش يعطونا الاراضي راكم مستفدين الحل نتاعنا 26 سنه وحنا نستناو في القطعة الارضي مستفيدين من بلديه واد الشعب هذه ما كان والو في الكوارت مستفيدين كيما يقولوا بشاويه صح ما كانش جينا للبلديه باغيين بلايصنا يبانوا ما انا باغيين والو الارض هذه سلكناها كاش باش نديروا القرابه للاولاد ها من بعد ولينا كي كرة القدم رحنا للبلدية ماش خطرة ماش خطرتين ماش 15 إلى الشأن الاجتماعي تعيش عائلة الورد أمسبل المتكونة من 6 أفراد حياة صعبة وسط كوخ لا يصلح حتى أن يكون إسطبلا للحيوانات بإحدى القرى النائية بولاية خنشلة نتابع مع عمر عمري وغرطة قشيشة بإحدى القرى النائية ببلدية أنسيغة ولاية خنشلة وبعيدا عن أعين المسؤولين تعيش عائلة الورد مسبل المتكونة من 6 أفراد حياة بدائية محرومين من كافة متطلبات الحياة لأزيد من 5 سنوات وسط كوخ لا يصلح حتى ليكون إسطبلا للمواشي. تشوف المسكن كيفاش وفي حالة يعني العمل ما كانش الخدمة ما كانش يعني باش تقول أنا خدام مانيش خدام راني قاعد راني في ربعه من الافراد الاولاد صغار كما نقولوا احنا ساعه يقرا وساعه ما يقرا المعيشه ما كان ساعه يروحوا الصباح بلا شي حليب ساعه ما يتعشاوش وهنا عايشين أطفال في عمر الزهور دفعهم مرض أمهم وعجز أبيهم عن توفير قوت عيشهم إلى الوقوف على حاشية الطريق لبيع ما يجمعه والدهم من أعشاب طبية وهم يواجهون مختلف الأخطار يوميا
نبيع في العشاب هذوك ونجيب منهم القوت لولاتي، وساعات ونخليهم هما يبيعوا وانا نروح نتفت ساعات نخدم منيفر ساعات نخدم شيفور. هذه العائلة تنتظر اليوم مساعدتها وانتشالها من هذه الظروف المزرية التي تعيشها، وذلك بمنحها سكنا لائقا يعيد إليها كرامتها خاصة مع الظروف المناخية القاسية. نختم النشرة مع المرأة الحضنية التي تعد من أبرز المهتمين بالحرف التقليدية رغم تطور الملحوظ وغزو السوق بمختلف السلع، حيث بقيت تكافح من أجل دعم ومتابعة هذه الأنشطة التي تضفي جمالا وتعطي صورة إيجابية للمنطقة وأبنائها. نتابع مع فاروق خضراوي ونجمة بكرش. أبرز ما يميز المرأة الحضنية هو اهتمامها وتمسكها بالحرف التقليدية، فهي التي تعد أحد الأطراف الفاعلة في الإبقاء على هذا النشاط في القرى والمداشر وحتى المدن. فالقيام بعملية غزل الصوف والنسج والطرز كان بصفة مستمرة في غالبية البيوت آنذاك. مازالت المرأة الحضنية محافظة على العادات، على التقاليد، على التراث، على الأكلات الشعبية، على الحلويات الجزائرية والتقليدية. معليش دائما نطوروا ونحبوا جديد. الاهتمام بالحرف التقليدية وبمختلف أنواعها أصبح مقترنا بعدد معين من الأسر التي تسعى جاهدة إلى الاحتفاظ بهذا الموروث وحمايته من الضياع والاندثار من خلال مجابهة عاصفة التحضر. نقصة الحرف تاعنا هذه والتقاليد تاعنا هذه، المناطق اللي مازالوا محافظين على هذه الحرفة كما نقولوا مثلا منطقة بوسعادة، منطقة الحضنة، منطقة بوسعادة، مسيف، هذه الجهة هي اللي مازالت محافظة عليها. لازم يحاولوا يورثوها من أمهاتهم وأباتهم وأجدادهم ويحاولوا يخدموها صح، يتمهنوها، يخدموا القشبية والبرنوس، القندورة. رغم التطور الملحوظ وغزو السوق بمختلف السلع وتعدد مصادر الرزق السريع، إلا أن هذا لم يمنع المرأة الحضنية من ضرورة الاعتناء بموروثها المحلي التقليدي والحفاظ على عادات وتقاليد أجدادها. وبهذا مشاهدين نكون قد وصلنا إلى نهاية النشرة المحلية، شكرا لكم على طيب المتابعة، ليلة سعيدة.